زي ما قلت لحضراتكم انه بطولات افريقيا او بطولة افريقيا اللي فاتت اللي تلعبها منتخب مصر، ولسه عارف من ضيوفه كابتن عادل شرح لي يعني في الفاصل انه بيبقى ليها ويت كبير او ليها وزن كبير في اللاعبات في ترتيبها او الرانك العالمي بتاعها. فطبعا يعني احنا شفنا دينا مشرف نط يعني او قفزت حوالي 21 مركز، بقت في المركز 29، ايضا هنا جوده بقت في المركز 42 سيدات، وفي الاول 19 17 15. الاء يحيى ضيفتنا في الاستوديو النهارده بعد بطوله افريقيا، قبل البطوله كانت 170، دلوقتي قفزت 15 مركز مره واحده طبعا، فده يعني وثبه كبيره، 155 مركز. فطبعا لازم يعني ما يجيش حدث زي ده لما يكون طبعا معانا على التليفون لاعبتنا اسطورتنا الكبيره دينا مشرف، عشان طبعا نبارك لها على افريقيا، وايضا نبارك لها على الرانك الاعلام الجديد كاول لاعبه افريقيه وعربيه تصل لهذا الترتيب. اهلا بيك يا دينا. دينا ازيك؟ الحمد لله. الف مبروك، وطبعا حاجه تسعدنا جدا النتائج في افريقيا وايضا الرانك العالمي ليكي، يعني كلميني وشعورك ايه؟ ميرسي جدا. انا بشكرك الاول، بس عايز اسلم على كابتن عادل وعلى الاء. الله يخليك. يوصل هم سامعينك. الحمد لله. والله طبعا اكيد مبسوطه جدا بالبطوله اللي فاتت، يعني الحمد لله يعني ربنا وفقني فيها الحمد لله، وطبعا اكيد برضه مبسوطه جدا بالتصنيف، يعني الحمد لله ده اعلى تصنيف وصلت له، فالحمد لله مبسوطه جدا بيه. طب دينا، لعبك في اوروبا اضاف لك، يعني لعبك في المانيا وفرنسا اضاف لك؟ طبعا الحمد لله. يعني انا كنت هناك اساسا، يعني الهدف من ان انا اروح العب هناك هو الاحتكاك، وان انا اخد خبرات كثيره، يعني عشان هناك كل اللعيبه جامدين جدا من اوروبا، وفي كمان كان لعيبه اسيويين، فالحمد لله اعتقد ان ده حصل. يعني ماتشات كتير قوي هناك جامده مستواها عالي، فالحمد لله اكيد استفدت من التجربه دي كتير، يعني الحمد لله. طب دينا، يعني اللاعب الناجح دايما ليه طموحات وما بيشبعش نجاح، ايه اللي نفسك تحققيه تاني؟ والله يعني نفسي ان شاء الله ان انا احاول اتحسن يعني اكتر كمستوى، ده مبدئيا، لان ان شاء الله ده ممكن يساعدني بقى في ان انا احقق اهدافي، اللي هي ان انا اعلي التصنيف العالمي بتاعي اكتر. نفسي ان شاء الله ان انا اكون الخطوه الجايه في التوب 20، في احسن 20 لعيبه على العالم ان شاء الله. ونفسي كمان ان في يوم من الايام ان شاء الله اكسب ميداليه كبيره لمصر، يعني زي مثلا كاس عالم او اولمبيكس او بطوله عالم ان شاء الله. لا، وان شاء الله هتعملي كده، واكيد انت مكافحه مثابره. طيب الخطوه اللي جايه ايه بقى يا دينا؟ يعني دلوقتي خلاص افريقيا صفحه واتقفلت والحمد لله توفقنا فيها بشكل كبير، اكيد عندك بطولات دوليه تانية، عندك خطوات تانية حطها في اجندتك، ايه اللي عندك تانية على المستوى الدولي؟ هو احنا ان شاء الله اول حاجه عندنا بطوله العالم في الصين فرق، دي خلاص كمان اسبوعين ان شاء الله متفقين او ممكن اقل، فدي اول حاجه. غير بقى البطولات الدوليه اللي هي الWTA بيحطها، الاتحاد الدولي بيحطها، بتبقى على طول يعني تقريبا كل اسبوع او حاجه في بطوله، كلها طبعا بتاثر على التصنيف، كلها مهم ان الواحد يحاول يشارك فيها على قد ما يقدر. بس يعني دي الحاجات القريبه ان شاء الله. طيب بطوله الصين هي بطوله العالم للفرق صح؟ مظبوط. احنا يعني بتستعدوا دلوقتي يا دينا، يعني دلوقتي معسكرين ولا مريحين شويه بعد بطوله افريقيا؟ يعني كام يوم راحه كده كان لازم عشان طبعا يعني ضغط البطوله وكده، وان شاء الله المفروض هنبدا على طول معسكر منتخب من يوم السبت اللي جاي ان شاء الله. طب اتحدد اللي سافر يا دينا، مين مسافر ولا لسه القايمه النهائيه ما اتعلنتش؟ لا اتحدد، يعني اربعه في البنات واربعه في الرجال. طيب ممكن تقولهم لنا يا دينا؟ في البنات ان شاء الله هبقى انا وهنا جوده ويسرى اشرف حلمي ومريم الهضيبي، وفي الولاد في محمد البيلي، شادي مجدي، يوسف عبد العزيز، وفي حد رابع شومان تقريبا، انا شومان مش متاكده من الرجال. طيب احنا اخر بطوله شاركنا فيها كانت ايه؟ كان ترتيبنا ايه يا دينا؟ هو احنا اخر بطوله عالم دينا فرق، اللي حصل ان احنا كانت اول مره اساسا مصر تشارك في ديفيجن 1 اللي هو يعني اعلى تصنيف للبطوله. بالظبط. وده كان ساعتها يعني حاجه اول مره تحصل في التاريخ. ساعتها احنا يعني كانت مصاتنا جامده شويه، ففي ديفيجن 1 ده يعني ما توفقناش في المجموعه، ما تاهلناش للمرحله اللي بعد كده. ممتاز. المره دي النظام اتغير بقى خالص، يعني بقى اساسا اللي بيشارك في بطوله العالم 32 فريق بس، واحنا الحمد لله من ضمنهم، والحمد لله كمان مصنفين ال 11 في وسط 32 فريق دول،
فيعتبر تصنيفها مرضي اعلى من اي مره يعني اعتقد. طيب برضو يا دينا انا برضو عايز يعني برضو اكلمك على البطوله في الجزائر. يعني احنا يعني الفتره اللي فاتت كان في بطوله بحر المتوسط في الجزائر، وايضا بطوله افريقيا هي في الجزائر، وكان في مسانده كبيره من الشعب الجزائري. ده لمستيه يعني هناك يا دينا ولا ايه؟ اه طبعا، لا يعني فعلا في المرتين زي ما حضرتك قلت الجمهور كله بصراحه يعني بيشجعنا ومعانا قوي، حتى يعني مش بس احنا بنلعب الماتشات سامعين تشجيعهم وكده، يعني هم عموما حتى لو احنا محتاجين اي حاجه فعلا الناس والمنظمين وكده بيساعدونا، ويعني لطاف جدا معانا، وفعلا بجد ده فرق معانا، يعني الروح كانت حلوه قوي هناك والواحد كان مبسوط يعني الحمد لله. اكيد ده طبعا يعني حاجه تسعد. وخليني اقول لك احنا عرضنا فيديو وانت بتتكلمي دلوقتي يا دينا، انه في منصه كانت كلها علم مصر، يعني اول تاني تالت مصر، وانت كابتن الفريق. كان شعورك ايه وانت شايفه علم مصر مسيطر على المنصه؟ لا هي حاجة طبعا مشرفة جدا، يعني الحمد لله احنا يعتبر كده مسيطرين على القارة الأفريقية الحمد لله. طبعا هو المنافس الأساسي لينا نيجيريا، يمكن البنات مرادي السيدات بتوع نيجيريا ما كانوش متواجدين، بس احنا الحمد لله يعني برضه بقالنا كذا سنة وحتى وهم متواجدين احنا يعني في المراكز الأولى الحمد لله. اكيد يا دينا، اكيد اكيد شعور جيد، واكيد بنبارك لك على يعني طبعا على الانجازات في افريقيا وايضا الرانك العالمي، ونتمنى لك كل التوفيق. دينا مشرف نجمتنا ونجمه تنس الطاوله بالنادي الاهلي ومنتخب مصر وكابتن منتخب مصر، اشكرك شكرا جزيلا.